اليوم راح نحاول نطلبوا من المرة يصرحوا لنا ولو بكلمة تسيء لفلسطين، أو على الأقل يتكلموا بحيادية على القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، وإحنا كلنا عارفين مدى حب الجزائري للشعب الفلسطيني. كيفاش راح تكون ردة فعل المرة إذا ما حاولنا نغريهم بسفر مجاني إلى تل أبيب مقابل كلمة واحدة ضد فلسطين؟ شاهدوا معنا. احنا جزائريين، انا مع فلسطين ما بعد، وفلسطين وحدها. لا انا كنت طلع. اسمع، انت مع اسرائيل؟ كي وصلت طرحت هذا السؤال معناتها اجبرتني اني نتدخل. تقبل تتعامل مع اسرائيل؟ ما نقبلش. بس جزائري؟ لا مين؟ مغترب مصري. مصري بيت استاذ توري في الكاميرا غير لي جون كي سون فور. جامي. لا يوفقك ربي. انا نقدر نتعاون مع الدواء فلسطيني، منك ما تقدر تعاون بهم. شو ما فيها حتى حاجه، فلسطين هي فلسطين واسرائيل اسرائيل، نتعامل معها نون. ما نقدرش. ما نقدرش. علاش ما تقدرش؟ كيش كيف ما نحن نعاون اسرائيل؟ ما نقدرش انا دوري زي ما نقدرش، انا عندي هكا ما نقدرش. ما بليش الشيكو مصيريفه، يقولوا لي عندك فيلا يا ربي، يقول عندك فيلا في امريكان ما نتقبلهاش. على شكون يبيع حب وعطفه لفلسطين وهي الارض اللي اختارها الله كاولى القبلتين؟ تما اسرائيل. هاي السماء هذا اللي كان ماشي مليح كيما مع اسرائيل. وشنو مال؟ مسكين هضر قبل على بلادي. شوف نورمالمون ماشي هذيك لا كيسيون اللي تبوزي عليا. لا انت قلت لي خلي ما تصوروه. خلي انت قلت لي ودي ماكش، انت قلت لي مانيش مع فلسطين. ما قلتلكش ماني. لا اسمح لي، ما عرفوش انت. قلت لك يا ودي ما انت مع اسرائيل. شو ديك الهضره، ديروا تيكيات للناس ومن بعد. انت كشخص مع فلسطين ظالمة او مظلومة، اسكو تقدر تتعامل مع اسرائيل؟ ما نقدرش كمبدأ يعني هي خيانة، تعتبر خيانة. ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو أو كرهها في سنوات الاحتلال. عليها الجزائري الحقيقي عمره ما يخون خوت. الدولة الإسرائيلية مالتها راهو يروح للفساد، راهو يروح كما نقولوا باش يحاربوا بهم المسلمين، باش يحاربوا الإسلام. أنا على هذا الشيء أنا ما نقدرش. صح، أنت ما تقدرش تقول لي إيه أنا نورمال مع إسرائيل. ماشي مع إسرائيل، أنا ضد إسرائيل. أكسير. 1000% ماشي 100%. هذا هو الصدق والوفاء عند الرجال يا سيد الرجال. بص، كل العرب الفلسطيني لهم معزة خاصة عندهم. يعني اسأل أي جزائري هنا يقول لك فلسطيني يحبوك كما ولد البلاد. في مصر نفس الشيء، في أي دولة عربية دي. الشعب حاجة والحكومات حاجة. اللي انت بتتكلم عليه ده الحكومات، الشعب ما عندوش الا لا حته العاطفه، مش في ايده اللي هو ياخد قرار. يعني مش في ايده مثلا يقول لك ايه كل العرب ما يقطع علاقتهم بمصر، مش في ايده. كلنا ضد الصهاينه المفسده، وكلنا معك يا شعب الارض المقدسه. تقدر تقول انا نورمال، انا بتعامل مع اسرائيل عادي، ما عنديش بروبلم. تقدر تقولها؟ لا عشان بوسيبل. يعطولك فاكونس في تل أبيب شهرين. تعطي لي ملاير قاع. نو جامي جامي. وكين اللي يقولك احنا نورمال نتعاملوا مع اسرائيل؟ لا شامي زريين. او ما كاش. ونقدر نعطيك واش تحب وتقول لي انا نورمال نتعامل مع اسرائيل. واش تعطي له؟ واش تحب؟ انا تعطي ما القارون ما برام ما نشلاش من عندهم الشحمين. احلى لي شخصين لاسرائيل. تروح تشوفها كيفاش داير؟ ما نروحش. وتحن في الغير، ف
في الشدات وقف ما تخلي. ان شاء الله يعطيكم صحه، انا نحوس ان شاء الله نلقى ناس تقول لي انا مع اسرائيل. الله يلحقك بهم ان شاء الله. بيت استاذ توري لي الكاميرا غير لي جون كي سون فو. اه جامي. لا لا يوفقك ربي. لو كان جات الدنيا دوم قناة يتعرض عليك مبلغ مالي معتبر باش تقول انا نقدر نتعامل مع اسرائيل عادي. اش ما تقبلها انت؟ انا ما نقبلهاش. راني سقسي فيك انت يا انا خدام. انا هذا واش مالي تعطيني واش تعطيني؟ ما كانش فيها هذا الشيء. لا انا عندي انا. الجزائري الحر عنده راحة البال وما يتباع ما يتشرى بالمال. عرض عليك مالي انك تقول نورمال احنا نتعامل مع اسرائيل ما عنديش مشكله. دير الكوبي وصوتيها وديرها جيد. قالوا كوبي اسرائيل. كل نحب اسرائيل برك. شنو؟ كل نحب اسرائيل. ربي يهديك. قالوا كل نحب اسرائيل. اش ربي يهديك؟ ربي يهديك فور كاع خو. اسرائيل. غدوه في ذيك الدار ما تسلكنا غير امان ما تسلكنا غير امان. انا شويه الله يسترك يا اخو. تشيبا مليحة. ما تشيبا ما والو يا اخو. قل لي انا ما نحبش اسرائيل بعد انا نسيك فاش المونطيها ندورها لك انت لك. انا نحب اسرائيل حبيبي. ما تقدرش مونطي لي هضرتي انا كاع. علاش تهضر انا مع فلسطين ظلمه ولا مظلومه حبيبي؟ بيني بيني تقصير. بيني بيني يعني تقصير يعني في الخفاء في العالم. انا أيوة. بيني بين روحي كي نهضر مع روحي في الميروار ما نقولهاش. راك فاهم كيف هذه باش نقولها لك بالتالي؟ يعني مراكش تهضر ولا نقدر نمونطيها لك. اه تقدر تمونطيها لي بس ما خرجتش انا من فمي. انا من الناس واحد ما نقدرش تخرج حاجه من فمي تقدر تمونطيها. ما تخرجها انا من فمي مستحيل. الله لما قلته ولا ما اقولش شاهد انت الا مونطيت حاجه اخرى. انا ما لا انا من ناحيتي انا اي كلمه خرجت لي من الفم نتاعي اني دارسها. هذا هو الخط الاحمر اللي واحد ما يتعداه. اسكو تقدر تشوف الجزائر ضد فلسطين؟ ضد فلسطين؟ لا لا جامي جامي. والله عمري ماشي غير الحياه راكي صرا. القيامه تصرا. عندك 1 مليون دينار جزائري. ايه 100 مليون هي تاعك. ولكن الله يرحم انك تصرح برك تقول اني لا لا انا بنفسي والو. القضية الفلسطينية تجري في دماء الجزائريين منذ بداية الاحتلال الغاشم. قلوبنا تنبض وتنفس بأمال وأحلام تحرير فلسطين، وتتوجع وتتقطع كلما بكت عيون إخواننا وأخواتنا في هذه الأرض المقدسة. في أذهان وقلوب الجزائريين فلسطين صبحت الخط الأحمر اللي واحد ما يتسامح معاك إذا حاولت تتعداه. فلسطين أمنا وأولى القبلتين، وشعبنا يتضامن مع شعبها لأننا مرينا من نفس المعاناة ونفس الاحتلال ونفس القمع ونفس الحقرة، وبقينا صامدين كما راهم صامدين وواقفين، وفقدنا كيفهم أرواح بريئة منذ سنين، وازدادت الإرادة والعزيمة حتى رزقنا الله بالحرية وتوفقنا على المجرمين. ونفس الاستقلال والحرية نتمناهم لك يا حبيبة قلوبنا يا فلسطين.